ده؟ انا نسيت اللانش بوكس بتاعي. محضرتش بتاعي اصلا. خلاص تعالي نروح ناكل في المطعم. مطعم؟ تفتكري هنلاقي فيه اكل صحي؟ تعالي نقعد ونشوف. خلاص يلا بينا. يلا. بتفكري تاخدي ايه؟ مش عارفه بس اكيد سلطه خضراء. تفتكري ايه تاني معايا؟ مش عارفه. تعالي نبص في المنيو كده. بس عايزين حاجه خفيفه وصحيه اكيد. فراخ مشويه مثلا. الله، في باستا شكلها حلو جدا. ايه ده؟ سمبوسك، ورق عنب، فراي وبطاطس. تيجي نجيب كل ده ناكلهم مع بعض؟ بس مش كده هبقى بوظنا الدايت قوي. مش احنا لينا وجبه فري في الاسبوع؟ ما عدا مش النهارده يا هاجر. طيب ممكن ناخدها النهارده وما ناكلهاش طول الاسبوع. ماشي، ممكن نلعب رياضه كمان ولا ايه؟ ونزود في التمارين. انا حاسه كده. خلاص اوكي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الاكل اللي هو بيبقى خارج المنزل. لو انا بقضي كل يومي خارج البيت فطبعا بضطر ان انا اكل دايما طول اليوم من ورا البيت. فاحنا هنقول ان مش كل الاكل مش صحي ورا البيت ومش كله صحي. في حاجات هيلثي وفي حاجات مش هيلثي. هنتكلم الاول عن الحاجات اللي هي الاكل اللي خارج المنزل اللي هو الصحي، زي مثلا المشويات، الخضروات، الفواكه. هنقول مثلا في المشويات ان احنا ناكل اسماك لان نسبه الدهون فيها بتبقى قليله جدا فبتتحرق على طول، فدي بتساعدنا لما بنيجي نلعب رياضه. الخضروات، كل الخضروات مفيده بشكل عام. طبعا السلطات، السلطه دي مفيده جدا. دايما بننصح الناس ان هي تاكل سلطه قبل وجبه الغداء بتاعتها عشان هي هتحسسها بالشبع شويه. فطبعا اما هتحس بالشبع فما تيجي تاكل بدل مثلا ما تاكل طبق كبير قوي هتاكل حبه صغيرين، فاحنا كده بدانا ان احنا نقلل من الاكل بتاعنا. طبعا بما ان انا هبقى مثلا لو خارج لو طول اليوم بره البيت فهاكل فاكهه عن طريق العصاير فريش مش العصاير المحفوظه. يعني هنشرب مثلا اي عصير فريش تمام، عدا طبعا بنبعد عن الحاجات اللي هي ممكن تدينا زياده في الوزن زي مثلا المانجا، زي التين. الحاجات دي كلها بتزود، يعني بتزود في الوزن. ودايما نقول ان دايما لما نيجي نشرب العصير فريش دايما يبقى لازم بدون سكريات خالص، بيبقى من غير سكر عشان استفيد اكتر بالفيتامينات اللي بتبقى في العصاير. ده بالنسبه للاكل اللي هو الصحي اللي هو بيبقى خارج المنزل. احنا مشكلتنا دايما اللي بتجيلي في العياده، انا جايه يا دكتوره مش باكل في البيت لان انا مثلا تقريبا طول اليوم بره. طيب نفطر بدري؟ لا، اصل انا بنزل قبل ما بفطر. فهي دي المشكله. انا عندي حلين. اول حاجه لازم اسال حد، انت بتفطر ولا لا؟ هيقول لي انا ما بفطرش وبنزل بسرعه. لا، يبقى انت ليك حل تاني. اللي بيفطر هقول له نفطر قبل ما ننزل، ولازم تكون اكلنا صحي، لازم تكون وجبتنا مش غنيه بالنشويات لانها هتجوعني بعد شويه وهيضطر ان هو ياخد حاجه مسكره، هياخد دهون، هياخد سكر، هياخد الحاجات دي كلها. يبقى انا اهم حاجه عندي يبقى هقول له اصحى بدري، افطر قبل ما تنزل كويس، لان دي هتخليني نغطي وقت طويل من غير ما نجوع ومن غير ما الجا لاي حاجه من بره. طيب احنا دلوقتي انا طول اليوم بره ومش هعرف اخد لا لانش بوكس ولا هياخد سناكس، يبقى بالتالي لازم اقول لها ان انت لازم تختاري اكلك الصحي. اضطر اختار ايه؟ اختار انا دلوقتي هجيب من سوبر ماركت. يبقى بص على القيمه الغذائيه بتاعت اي حاجه، ان انا ابص على ايه دوت غني في السكر، لا ده غني بالزيوت المهدرجه والمشبعه والحاجات دي كلها. يبقى انا هقولها بعيدي عنها، او بصي في السناكس دي ان اهم حاجه كميه السكر فيها، كميه الملح، كميه السعرات او الدهون اللي بتديها لك في قد حاجه. لا، هقول لها اختاري الحاجه اللي تناسبك. لا انا هجيب مثلا علبه لبن اشربها،
انا ممكن اجيب كوبايه زبادي اكلها واخد معاها اي فاكهه سريعه ممكن تكون مجففه، مفيش مشاكل، مش هتزودني، لا مش هتزودني طالما ان انا هاخد منها كميه صغيره، كميه يا دوبك هتفيدني ان انا تديني الطاقه بتاعتي وتحسن معايا المود. اكل اللي هو الفاست فود عامه هو ده، احنا طبعا بنقول ان هو ده اكل مضر جدا بالصحه، لان هو بتبقى فيه نسبه الدهون عاليه، فده بيؤدي طبعا ان الكوليسترول بيعلى، ضغط الدم بيعلى، فبنيجي نلاقي الشخص مش قادر يعمل اي مجهود ولا اي، وضربات قلبه بتبقى سريعه، الحاجات دي كلها، فطبعا ده بيأثر على الرياضه وبيأثر عليه. فما بنلاقي حد مثلا جاي لنا الجيم بياكل مثلا فاست فود كتير، احنا مش بنمنعه مره واحده من الفاست فود، بس بنيجي نقول له انا بدل مثلا ما هاكل كل يوم فاست فود، لا انا هاكل مثلا مره واحده، هاكل وجبه واحده، هي يوم واحد في المره الفري بتاعتي هاكل حاجه واحده، واقعد فتره، عشان الفاست فود اما بتبقى نسبه الدهون فيه عاليه وكده فده بيأثر على انزيمات الكبد، فطبعا بيأثر اكتر على نسبه الحرق، فكده هو مش بيقدر يحرق كتير، فاحنا بنفهمه من الناحيه دي، فهو بيبدا يفهم واحده واحده، فبيجي بعد كده ان احنا اما يجي ياكل فاست فود هو بقى بيبقى مدرك ان احنا هناكل مره واحده وبعديها مثلا بفتره تانيه طويله ممكن ناكل وجبه تانيه فاست فود او كده. اهم حاجه عندي في خارج المنزل الاختيار، اختيار، وان انا لابه الناس اللي معايا ان انا بعمل دايت. ليه؟ عشان هما اللي هيحفزوني، لا اما هيقولوا لي ندخل المحل دوت لا اما ادخل المحل دوت، وبالتالي انا ممكن اوجه اكلهم كله ان احنا كلنا ناكل اكل صحي، يبقى انا عندي عودت نفسي وعودت غيري على الهيلثي فود اللي هو عمال انا بتكلم عنه واقول دوت غلط ده صح ده كذا. يبقى انا اهم حاجه عندي الاختيار، اختيار المحل، اختيار الوجبه، اختيار الاختيار منين؟ الاختيار من مطاعم، المطاعم انا اصلها غاليه عليا، طيب هنجيب فول وطعميه، يبقى انا هختار بدل ما اختار الطعميه والبطاطس لا انا هختار الفول. الفول هيديني مثلا سعرات مفيده وهتحسن لي المود لان هي بقوليات جميله جدا ومفيده، بتديني بروتين نباتي، يبقى انا استفدت. هاخد مثلا نص رغيف الفول ما فيهوش اي مشاكل وهقول الحاجه دي صحيه وتمام جدا، ولا سلام لو هتأثرت عليه ليمون قلت للراجل هيبقى الدنيا زي الفل معايا وهتبقى حلوه وكلت حاجه صحيه ومش مضره وبره البيت. لا انا مش هاكل فول ده، انا ممكن انا ما بحبش الفول، خلاص ممكن ناخد بيض وما اساس، الحاجات دي موجوده كلها بره في الشارع، يبقى انا بالتالي اختياري هو اللي يعتمد عليا انا بره، مفيش حاجه انا بره ومش هعرف اكل. كل حاجه موجوده دلوقتي سواء في السوق في السوبر ماركت سواء في المحلات، وكل الناس دلوقتي بدات تهتم بالاكلات الصحيه، حتى المخابز دلوقتي بقى في عيش ان انا اجيبه، عيش بالقمح، في عيش بالحبوب الكامله، في عيش بالشوفان، كل حاجه دلوقتي متوفره. يبقى انا اختياري انا عايزه اعمل كده ولا انا مش عايزه اختار كده. لو انا طول اليوم بره البيت احنا دايما بنقول للناس في لانش بوكس كده تبقى معانا، يبقى فيها فاكهه، فيها خضروات، خيار، جزر، طماطم، خس، فاكهه، الحاجات دي كلها انا بدل ما هجري على الفاست فود لا انا هفتكر ان انا معايا اللانش بوكس بتاعتي اكل منها على قد ما اقدر. وبعدين ما ينفعش ان انا اكل وجبه واحده في اليوم، يعني ما ينفعش ان انا مثلا عشان طول يوم بره فانا اقوم طول يوم ما افضلش اكل خالص، افضل طول يوم ما باكلش واجي مره واحده اقوم واكله مره واحده، ده برضه بيأثر على عمليه الهضم. لا انا معايا بقى اللانش بوكس بتاعتي، الصبح مثلا هاكل خضروات، بعديها مثلا بساعتين ثلاثه هاكل فاكهه، هشرب عصير فريش، هاكل مثلا هتغدى، هاكل اي حاجه مشويه، خضار سوتيه، الحاجات دي كلها بتفيد في الرياضه عامه، وبتفيدني انا في صحتي في الشيب بتاعي، وبيفرق معايا جدا ان انا الاكل بتاعي بيفرق معايا في الشيب بتاعي وبيفرق في المجهود، يعني هيفرق في مجهودي وهيفرق في الشيب بتاعي. احنا مضطرين ان احنا ناكل بره تمام، وانا مسافر مثلا وما عنديش امكانيه ان انا هاخد معايا اي حاجه، يبقى انا اختياري هو اللي انا بتكلم برضو عنه، بعيدها وازيد
انا اختياري ان انا اكل الوجبات اللي مليانه سكريات ودهون هتاثر معايا القلب، هتاثر معايا الشرايين في حاجات كتير، هترفع الضغط، ترفع معايا السكر، لان انا هلجا لان انا ايه، انا مكتئب وورايا شغل ومجهد، هضطر ان انا اخد الحاجه اللي هتديني طاقه اللي هي ايه، السكريات او الدهون. انا هاخد كيكه، انا هاخد باتيه، الحاجات دي مشبعه كلها بدهون، هتزود معايا سعرات، هتزود ضغط، هتزود سكر، هلاقيني انا متوتر وقلقان فزود معايا هرمونات الكورتيزول، زدت وبقيت شهيتي سريعه ان انا اكل شوكولاته، اكل كيكه. يبقى انا اهم حاجه انا نفسي اكل حاجه معينه هاخدها بس السعرات بتاعتها القليله. انا بختار اهم حاجه السعرات بتاعتي، ببص ازاي انا اختار، انا هختار بسكويت، هختاره بالشوفان، ولا هختاره بالتمر، ولا هختاره باي حاجه، كل حاجه وليها فايدتها، كل حاجه انا موجوده ومتوفره وباسعار متناسبه. يعني ما يجيش حد يقول لي اصل انا ما فيش حاجه قدامي السوبر ماركت. طب ما انت لو ما فيش حاجه قدامك يبقى مش هتاكل حاجه غلط، ما انت هتشتريها منين؟ يعني الحاجه الغلط دي هتشتريها منين طالما انت ما فيش اي حاجه؟ لكن لو في قدامك هتلاقي فيها، هتلاقي واحد بتاع ذره بيشوي جيب لك كوز ذره هيبقى صحي اكتر، هتلاقي واحد بتاع ترمس اشتري ترمس، واحد بتاع فشار اشتري فشار وقول له ما يحطش عليه ملح كتير. يعني كل حاجه موجوده بس احنا بنتحجج. انا موجود بره، انا مش معناها ان انا مش هاكل، ومش معناها ان انا مضطر اكل اكل غلط. كل الحاجات دي حاجات بديله، ان انا مثلا لو مش عايز كل يوم، لان اكيد هزهق من المشويات، كل يوم فراخ مثلا، كل يوم سمك، كل يوم الحاجات دي، اكيد كلنا بنزهق وبنمل من روتين، من يعني من روتين الاكل ده كل يوم. فطبعا بنقول ان انت عشان طول يوم بره البيت فبتبقى الحاجات حواليك محدوده شويه. فانا ممكن مثلا قبل ما انزل من البيت افطر، اكل مثلا عيش سن، بضايه، اشرب كوبايه قهوه عشان يبدا الحرق معايا من اول يوم، عشان ما افضلش طول اليوم من غير اكل واجي مره واحده اقوم واكل، فكده انا برضو عمليه الهضم بتاعتي مش ماشيه صح. بدل مثلا ما اكل طبق فول عليه الزيوت اللي احنا كلنا عارفينها اللي هي اصلا مضره بالصحه او بالسمنه او الحاجات دي، انا ممكن احط عليها مثلا زيت زيتون، من غير زيت زيتون اكلها كده من غير زيوت خالص. بدل ما اكل مثلا رغيفين ثلاثه انا ممكن اكل ربع رغيف، نص رغيف بالكتير قوي. عارفه اضرار الـ الاكلات الغير صحيه، عارفه ان هو بيزود الدهون، بيزود الوزن، بيعمل كوليسترول، بيعمل ضغط، بيعمل سكر، كل واحد عارف، بس هو بيميل ليها عشان هي زي ما قلنا بتديله طاقه، بتديله متعه بان انا السيروتونين عالي عنده، فهو حسسته بالنشوه ان هو مبسوط وسعيد وكده. فانا ممكن اقول له ايه، خد قطعه شوكولاته يا سيدي، نفسك في قطعه شوكولاته خد شوكولاته بس تكون غامقه. انا النهارده كارت بيتزا، انا النهارده كارت همبرجر، انا النهارده بوظت الدنيا خالص، تمام ما عندناش مشكله. لو مره واحده هي طبعا هي بقى بتحس فيها بالتمرين، اللي هي بتلاقي نفسها مجهودها قل، مش زي الطبيعي بتاعها، مش زي ما كانت ماشيه على الهيلث فود، او مش ماشيه او ماشيه على النظام بتاعها اللي هي متعوده عليه، تلاقي نفسها مثلا 20 دقيقة مثلا هي بتطلعها كانت مثلا بتنزل هي مش حاسة بأي تعب، لما طلعت المرة دي هي حاسة ان هي ايه ده، انا مش قادرة اعمل ايه ده، هو ممكن فعلا الاكل ده يأثر عليا؟ فبنقول لها اه طبعا الاكل ده بيأثر عليك، بيأثر على عملية الهضم، فطبعا انت بتحسي نفسك ان انت تقيلة، مش قادرة تقومي، بيخليكي مكسلة. ده غير بقى طبعا لو الاكل ده ما كانش مثلا نظيف او في اي حاجة، فطبعا بتلاقي نفسك بطنك وجعاكي فمش قادره، فما بتيجي تتمرني بتبقي مش قادره تتحركي بصوره طبيعيه زي الصوره الطبيعيه اللي انت بتتحركي فيها. فاحنا دايما بننصح الناس ان احنا ناكل، يعني يبقى اللايف ستايل بتاعنا هيلثي. ما بقولهمش تمنعوا من كل الاكلات، لا كل، بس كل بنسبه معينه، يعني بدل ما هاكل طبق كبير لا انا هاكل حبه صغيرين. انا في واحد جالي انا اي حاجه تقليها لي الا الرز،
كان بياخد 10 معالق رز و20 معلقه وكان بيخس معاه. ليه؟ لان احنا دعته اسحبها له بالتدريج، اي حاجه قلنا بنسحبها ووديها له وياخدها وهيخس. كل الناس هتخس بس تاكل صح وتختار صح. انا هدوق بس مش شرط ادوق اكل كميه، لا انا هدوق حاجه صغيره. وبرده الناس جايه مثلا تبقى رايحه عيد ميلاد او رايحه فرح، ما بنقولش للناس ما تاكلش حلويات، ما بنقولش للناس ما تاكلش خالص، لا دوق بنسبه صغيره، هاخد نسب معينه نسبه صغيره، يعني ما عنديش مشكله هاخد معلقه. ده طبيعي يعني ان الناس كلها بتبقى حواليا بتاكل ورايحه وجايه لا مش همنع نفسي، انا هدوق هاكل بره خلاص. يبقى انا هعرف كل اللي حواليا ان انا بعمل دايت، وهنختار كلنا صح، هنختار وجبه قليله، مش لازم اجيب وجبه كبيره، هجيب وجبه صغيره مليانه خضار اهم حاجه شكلها حلو يشدني. مش لازم اختار الوجبه اللي هي مكتوب عليها للدايت او الحاجات دي، لا انا ممكن اختار نفس الوجبه بتاعه اللي هو ما بيعملش دايت بس تكون صحيه وكميتها تكون قليله، عشان ما اضطرش ان انا اتاثر معايا في دهون زياده، ضغط، سكر، هتاثر معايا طول اليوم. طبعا هو الاسباب الاوليه لاي سمنه في مصر عموما هي سببها رقم واحد ورقم 20 هي الجانجل فود اللي بناكلها بره البيت. ليه؟ اولا دي بتتعمل بزيوت مهدرجه، ودي سببها الدهون الثلاثيه اللي بتتراكم حوالين الوسط ومنطقه الجناب ومنطقه الظهر ومنطقه الدراع طبعا غالبا في السيدات. فطبعا دي كارثه من الكوارث. فاحنا بنحاول نقف مع الناس هنا وبنرشدهم وبننصحهم ان يا جماعه نبطل اكل من بره البيت ونستفاد بالاكل داخل البيت، على الاقل اولا كنظافه عارفين الاكل بيتعمل ازاي، ثانيا مكوناته احنا اللي بنعملها فعارفين الاكل الهيلثي من الاكل اللي مش هيلثي. على سبيل المثال مثلا الجنجل فود مثلا زي البرجر، زي البطاطس المقليه في الزيت، زي الشيبسي، زي البيبسي، زي الحلويات الشرقيه اللي بناكلها من بره البيت برده. فده كله بيساهم ان احنا بنعمل نوع من انواع السمنه للشخص سواء رياضي او مش رياضي. فعشان كده احنا بنحاول نقول لهم لا احنا نحاول نعمل الاكل دوت نفس نوع الاكل، يعني احنا ممكن نعمل برجر في البيت بس بطريقه هيلثي. بمعنى ايه؟ احنا ممكن نروح عند الجزار نجيب لحمه صافيه خاليه من اي دهون واحنا اللي نعملها في البيت، وفي نفس الوقت نشويها بلاش نعرضها للزيت طبعا، وفي نفس الوقت احنا بناكلها بطريقتنا احنا، يبقى احنا كنا اللي احنا عايزين ناكله بس بطريقه هيلثي. هو ده المفهوم اللي احنا بنحاول نوصله للناس. السلطه من الحاجات المهمه جدا اللي ممكن تفيدك في اكيد بتفيدك في التمرين. بره بتلاقي اوبشنز كتيره جدا ممكن ما تبقاش متوفره جدا ان انت تعملها في البيت بشكل مستمر يعني وبشكل دوري. الاكلات اللي بره بتكون البيتزا، البرجر، الكابو كفته بامانه هو احسن حاجه ممكن تاكلها بره ومستحيل تتعمل في البيت. الستيك برده ما بتعملش في البيت حلو. البيتزا والبرجر، المكرونه عموما، كل الحاجات دي. بحب اكل اي حاجه جريل، اي حاجه مشويه، اي حاجه مقليه ما انصحش بيها اي حد يستخدمها عشان الزيوت مهدرجه ودي اكتر حاجه بترصف في الاوعيه والدمويه. فاي حاجه مشويه بس. تلاقي مثلا فراخ مشويه، لحمه مشويه، احيانا امكانياتك في البيت ما بتبقاش مساعدك قوي ان انت تقدر تعملها بالكواليتي بتاعت بره. بتحاول انك ما تاكلش بره كتير عشان يعني اللي انت عملته كله في الجيم ما يروحش يعني في ولا حاجه، يعني انت اكله في الاول في الاخر. لا انا ممكن اطلع اكل بره حاجه صحيه يعني مش شرط اكل حاجه مضره يعني تبوظ الرجيم. الرجيم الموضوع بيبقى صعب بره وجوه بصراحه، يعني الموضوع ملوش علاقه بالمكان اللي انت بتاكل فيه، يعني ليه علاقه بالليميتيشنز اللي حاصله ليك. ما تقدرش تاكل رز، ما تقدرش تاكل مكرونات بصوره مستمره، سبيشلي لو انت عامل كيتو مثلا فانت بتقلل من الحاجات دي جدا، فانت بتبقى الاوبشنز فيري فيري ليميتد بالنسبه لك. فانت لازم بس ايه ما تحرمش نفسك ممكن مره في الشهر بسبوسه في النهايه في حاجات كده عشان حتى نفسك في حاجه تاكلها يعني. ولكن بتعوضه بقى في الجيم، بتيجي بتحرق مثلا عارف ان خلاص في سعرات حراريه دخلت الجسم اكتر فلازم تحرق اكتر. الوقت اللي بيضيع مثلا في اكله مثلا انت خدت كام كالوري فيها بتروح تضيعها في مطعم او حاجه بتاخد وقت كتير، يعني مثلا اللي هتعمله في شهر بتعمله في شهرين بسبب اكلتين ثلاثه كان ممكن تستغنى عنها.
كل دي حلول بنقولها عشان نبرر لنفسنا اللخبطه في الاكل وردتنا الضايق. عشان كده احسن حل عشان نحافظ على نظام غذائي صحي بره البيت هو اننا نجيب اكلنا معانا في لانش بوكس. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم في حلقه جديده في الاهلي دايت.